فنان ملحم زين، مرحب فيك بالامارات بلدك الثاني وبالامارات نيوز. تسلم لي حبيبي، انا بدي اتشكرك وتشكر الامارات اللي دائما نحن فيها، ودائما امارات العرب كلهم، مش بس انا، يعني حاضن كتير، بلد مهم جدا نعتز فيه، نموذج كتير حلو للتجانس بين الشعب وبين القيادة، شيء حلو كتير الامارات. بقى الله يديم الامن والامان وتضل بخير دائما يا رب. مبروك الالبوم الجديد. الله يبارك فيك حبيبي. كم اغنية هو؟ 12 اغنية. لبناني على؟ لا، عملناه بيور لبناني كله. هلا في بعد كم شهر في ميني البوم هيك حيكون اكثر عربي. يعني العدل يا حبيبتي، شو رايك انت؟ انت مقتنع فيها كاغنية؟ حبيتها؟ طبعا، لو ما حبيتها ما وزعتها هيك اكيد. طب ليش التوزيع؟ ناس كثير عم تحكي على التوزيع انه مش ظابط، وناس كثير عم تحكي انه عجبهم. ما هيدي هي القصة. يعني الناس دائما بتعمل اغاني، في اغاني هلا واحد بيقول لك مثلا انا ما بحب علوة، طب علوة في ملايين حبوها، والعكس صحيح. دائما هيك يعني أذواق الدنيا. انا مقتنع لانه حسيت انه انا قدرت بالفصحى يمكن اعمل هيك ثقب صغير اذا بدك بجدار انه نغير شوي. هيدي هي الفكرة، كانت مش اكثر من هيك. والشاعر شو ردك على كلامه الشاعر اسعد العريري؟ الغريري، استاذ اسعد الغريري، هو من الاساس مش حابب يعطيني كلام الاغنيه. يعني من اول ما اخذنا الاغنيه هو مش حابب يعطيني كلام الاغنيه، تمام. يعني هذه اول مره بنحكيها للاسف. انا بستغرب وليقبل يعني اذا انت مش حابب تعطي كلام الاغنيه ليقبل تعطي كلام الاغنيه. اذا بدك تعطيني اياها وتقوس عليها بعدين حرام ما بيجوز. يعني هو اعطاها لقازم مش لإلك. اوكي، هو وافق بعدين يعطينا الاغنيه، صح؟ يعني ابوي سام حكى معه انه حاطي اغنيه العدل يا حبيبتي لملحم زين، هو وافق. طيب اذا انت مردد وما بدك ما تعطيني الكلام، كنا منجيب كلام تاني. يعني فهمت علي؟ ممكن ما بدي، انا احترام لابو وسام، ما بدي احكي اي شيء بهذا الموضوع. نحن كل شيء، نحن ما عملنا شيء. يعني نحن كل اللي عملناه انه الغنيه ما وزعناها كقصيده، كانت خطوه جريئه ممكن، بس هذا الشيء الوحيد اللي عملناه. يعني مش عاجبه هو حر، في كتير ناس عجبتها. فوت على اليوتيوب، فوت روح على المغرب، روح على الأردن، في كتير ناس عجبها. أول مرة بتغني بالفصحى أنت؟ أول مرة. ما كانت هيك يعني جرأة منك إنه تفوت بهذا الدومين؟ والله أنا طلبتها من أبو وسام بالفصحى بصراحة. يعني كنا هون بدبي وطلبتها، قلت له بدي إياها بالفصحى الأغنية، يعني اللحن اللي بدي أخده منه. طب من ملحم بنلاحظه على طبيعته بيتصرف على المسرح بين الناس، البرستيج شو رأيك فيه؟ البرستيج بيجي بالكشي على الناس يعني، وبانك ما تحكي مع العالم. لا، مش هذا البرستيج ابدا. البرستيج من عند الله، القيمه من عند الله، واحد بياخذها. الحمد لله الناس بتحبنا، قريب من الناس، وهذا المطلوب. يعني مش اني انا هلا عم بدعي اني قريب من الناس، بس انه بحس انه عايش مثل الناس. انا اللي بدي اياه بعمله بحياتي. حابب اروح على البحر بروح، حابب اتغدى بمطعم بتغدى، حابب اتعشى بمطعم بتعشى. ماني معقد الحياه يعني انه لا اصحك تطلع واصحى تفوت. طب شو رايك بالفنانين اللي بيتصرفوا بهذه الطريقه مع معجبين او مع الصحافه او شيء؟ والله ليك، هلا هو يعني هو انه يكون انطوائي، يكون مش اجتماعي، هو حر. تعاطيه مع الناس ما له حق فيه، لانه لو ما الناس هو مشي 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 مشي، لو مين ما كان يكون، لو ما الناس حبتك والناس رفعتك وهي صطلك وزقفت لك وبكت وحملتك على الراحات، لو صلت انت ماشي مما كنت تكون. لذلك الاخلاق اهم من اي شيء، انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق. اهم شيء الاخلاق باي مهنه في العالم، انه يكون عندك اخلاق، تعرف تتعاطى مع الناس، سمعتك جيده، هذا اهم ما ممكن تعمله. الاغاني بتيجي بعدين. طيب شو رايك في صحبه بالوسط الفني؟ في صحبه طبعا، في يعني في كتير. هلا انتبه، اذا في منافسه تبقى الامور شوي ملخبطه، يعني انه بين انه عن جد رفيقي ولا مش رفيقي. بس اذا مثلا اثنين بعاد عن بعضهم مثلا، يعني انا كتير عندي علاقات بالوسط الفني بعتز فيها وبعتبر فعلا انه هي علاقات حقيقيه. يعني انا وتامر، انا وساعد، انا وحسين الجسمي، انا وعلاء زلزلي، انا وكتير اسماء موجوده، في اخوه. يعني في زيارات منزليه وبروح لعندهم وبيجوا لعندي، وكثير اسماء ما بدي انسى حدا، يارا، نجوى، اسماء كلها بعتز بصداقتها. اصاله اصاله دقيت لها بعد ما صارت الموضوع حكم البعد يعني هي بالخليج تقريبا، انا ببيروت، ما كثير بنلتقي، انما بس نلتقي كل الموده والاحترام. شو حضرت مسلسلات؟ حضرت مسلسل الهيبه؟
ما حضرته بس عامل 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 حالي الهيبه خصوصا بمنطقتكم بال هو تيم بوجهله تحيه، تيم فنان كبير، فنان بنعتز فيه فعلا لانه عم يثبت مره عن مره، مع انه بيغيب مرات هيك شوي بيرجع بيطل بشيء حلو. انا بتمنى يعملوا جزء، انا حاحضره على اليوتيوب وبتمنى يعملوا جزء ثاني عشان هيك نقدر يعني تكون القصه كامله. كل التوفيق ابو علي حبيبي، شكرا لكم وان شاء الله دائما بتكونوا معنا بكل نشاطاتنا. اهلا وسهلا.